تجاه أمته الإسلامية والعربية حول قضية فلسطين، وكذلك أيضا تجاه شعبه. وهو مهم أن يعني أستاذ أردوغان وكذلك حزب العدالة والتنمية بذلوا جهودا كبيرة وحققوا نتائج عظيمة بفضل الله تعالى للشعب التركي. أن الإخوة الذين أو الحكومة الشرعية التي حاول هؤلاء الانقلابيون الانقلاب عليهم كانت حكومة شرعية منتخبة من هذا الشعب انتخابا حرا نزيها، كما أن هذه الحكومة تقف مع المظلومين وتقف كذلك لخدمة شعبها في توفير الرفاهية والتقدم. لهذه الأسباب الله سبحانه وتعالى أفشل هذه، فنحن أدناها في أول الليلة، وبل بالعكس في لسه قبل أن يظهر فشل الانقلاب نحن في الاتحاد العالمي قمنا بإدانته الساعة الواحدة يوم 15 بالليل، ساعة الواحدة ليلا، والحمد لله رب العالمين. وفي نظرنا حقيقة أن هذه التهنئة نحن نهنئ الشعب التركي، ولكن أنا أقول بصراحة نهنئ جميع المسلمين، نهنئ جميع الشرفاء في العالم، نهنئ محبي الحرية والشرعية في العالم، لأن هذا الانتصار كان انتصارا لنا جميعا، كان انتصارا للمسلمين، كان انتصارا للحرية. فلذلك نحن مع هذه الشرعية وندعمها وندعو لها وندعو لتركيا، لأن الله سبحانه وتعالى يحفظها من كيد الكائدين وشر الحاسدين وحقد الحاقدين.